السلام عليكم. اليوم غندويو على الدرس ديال الاستهلاك، غنبداو الدرس ديال الاستهلاك المادة العضوية وتدفق الطاقة. تبعو مزيان الفيديو، غيكون فيه شي 3 دقائق ولا 4 دقائق، يعني غيكون بسيط، تلخيص بسيط ديال هاد الدرس هذا اللي قلنا. غنبداو على بركة الله. استهلاك المادة العضوية وتدفق الطاقة. استهلاك المادة العضوية وتدفق الطاقة، شنو هي المادة العضوية؟ المادة العضوية هي واحد المادة كتنتجها النباتات اللي ياخدوها هي عن طريق ظاهرة التركيب الضوئي. ومنين كتكون؟ كتكون من البروتينات، السكريات والدهنيات. عقلوا مزيان، البروتينات، السكريات والدهنيات. حنا هنا غنتكلمو على السكريات بشكل خاص. علاش؟ مثلا سكر الجليكوز C6H12O6، شنو كيدير؟ شنو المميزات ديالو؟ المميزات ديالو واحد كيصايب واحد الانتاج سريع للطاقه، وكميه، وكيعطينا واحد الكميه مهمه من الطاقه. يعني بواحد الشكل اخر، يعني ملي انتجنا الطاقه بشكل سريع باين يعطينا واحد الكميه مهمه من الطاقه. نكملو، شنو هي الطاقه؟ دابا حنا دوينا على المادة العضوية، دابا عندو على الطاقة. شنو هي الطاقة؟ الطاقة هي واحد عبارة عن جزيئات الاتيبي. يعني الاتيبي يعني عبارة عن جزيئة الاتيبي. الاتيبي هي الطاقة. وهاد الاتيبي، شنو هي الاتيبي؟ هي ادينوزين تري فوسفات، يعني واحد الادينوزين وواحد ثلاثه ديال الفوسفات، ثلاثه ديال الفوسفات. وهاد الاتي بي ملي كيفقد واحد فوسفات كيولي لنا ادي بي. ادي بي شنو هو؟ هو ادينوزين دي فوسفات، يعني ادينوزين وجوج ديال الفوسفات. كما قلنا الاتيبي ملي كيفقد شنو كيتسمى؟ وملي كيكتسب، يعني الاتيبي ملي كيكتسب واحد الفوسفات شنو كيتسمى؟ هادشي غنعرفوه في الفيديو الجاي. وشنو العلاقه ما بين الاتيبي والاتيبي؟ العلاقه بيناتهم هي ان الاتيبي زائد واحد البي كتعطينا شنو؟ كتعطينا اتيبي. بين ADP كتزيد واحد الفوسفات، ADP تزيد فوسفات واحدة تعطينا ATP. السؤال اللي غنطرحوه دابا هي فين كنتجو هاد ATP، يعني هاد الطاقة فين كتنتج؟ ATP كتنتج على مستوى الخلية. واحد الصفة عامة، الخلية منين كتكون؟ الخلية هي هادي، كتكون من واحد الغشاء سيتوبلازمي، الميتوكوندري كيكون في وسط الخليه، الفجوه، النواه كتكون حتى هي بين الخليه، كتكون من نواه. هنا عندنا الجبيله الشفافه، هي هذه الجبيله الشفافه زائد العضيات، شنو كتساوي؟ كتساوي سيتوبلازم. علاش قلنا الجبيله الشفافه زائد العضيات كتساوي سيتوبلازم؟ يعني السيتوبلازم هو هادشي كامل، هادشي كامل بهاد العضيات في التخافة كامل، ياك. والجبيلة الشفافة هي هاد السيتوبلازم بدون عضيات. هاد السيتوبلازم يعني اي هاد البلاصة هادي هي السيتوبلازم، كتكون بحال هكا. هادي هي الجبيلة الشفافة، عفوا، هادي هي الجبيلة الشفافة يعني بلا عضيات. انتاج الاتيبي، انتاج الاتيبي هنايا كنتكلمو على التنفس بوجود O2، يعني في وسط حي هوائي. هنا كيتم واحد، كيتم هنايا الهدم الكلي الجليكوز، يعني الجليكوز، يعني حيت قلنا عنده على هذاك المثال بشكل خاص. وهنا هدم ولا انحلال ولا هدم، نكتبوا هدم حسن، هدم جزئي. وهذا كان هو الاخر الفيديو.